معانا في بورسعيد عمرو جابر. عمرو اتفضل. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكابتن حلمي طولان كابتن نادي الزمالك وجميع مشاهدي برنامج كره بلدنا. في البدايه استاذ عبد الناصر، جماهير النادي المصري بتوجه لك الشكر بعد حلقه الامس واهتمامك بازمه النادي المصري بالامس والوصول لحل في ازمه ملعب النادي المصري وتدخل محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. اما عن اخبار النادي المصري، فان النادي المصري يتقدم بشكوى رسميه ضد الايفوار الشيخ مكورو بعد توقيع الحرس الحدود بدون علم النادي المصري. يذكر ان النادي المصري وضع اللاعب بقائمه الانتظار، وتم توزيع تذاكر مباراه المصري ونهضه البركان اليوم صباح اليوم، وهيتم توزيع برضه غدا تذاكر المدرج الغربي. الحاجه الثانيه، ان مجلس اداره النادي المصري برئاسه الاستاذ سمير حلبيه يوجه الدعوه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لحضور مباراه نهضه البركان مقرر اقامتها الاحد القادم باستاد بورسعيد، واعاره وليد حسن صانع العاب الفريق للانتاج الحربي موسما على سبيل الاعاره. والحاجه الثانيه، ان النادي المصري يعلن عن صفقه انتقال احمد ايمن منصور لبيراميدز عقب مباراه البركان، والصفقه هتكون استاذ عبد الناصر مقابل انتقال ايمن منصور لبيراميدز مقابل 700,000 دولار، وهيخش في الصفقه احمد كبير. خالد واحمد شوشه. يعني احنا بنتكلم في ارقام خليجيه. طبعا. ان هيكون 700,000 دولار باضافه للاعبين اللي هو لاعب طنطا اللي هو الباك ليفت احمد خالد واحمد شوشه، دول هيخشوا في الصفقه كمان، وهيتم الاعلان عن الصفقه رسميا عقب مباراه نهضه البركان. تمام. اخيرا استاذ عبد الناصر، المريخ البورسعيدي يتعاقد مع محمد خليفه مهاجم المصري والانتاج الحربي السابق. شكرا جزيلا عمرو جابر. يعني ممدوح الكواليني قال لك شيخ مكورو في الاتحاد، عمرو جابر قال لك المصري يشتكي شيخ مكورو. بس انا عايز قبل ما مكورو في الحرس قصدي والمصري بيشتكي تكمانيه، بيقول لك وضعه على قائمه الوتنج ليست الانتظار. انا عايز اعتذر بس لصديقي العزيز الاعلامي الكبير طارق هاشم عضو مجلس اداره النادي المصري، ان امبارح الخط قطع دون قصد وانا ظنيت ان نهى كلامه، فهيكون معانا بكره في موضوع شيخ مكورو ده لان مهم.